بسم الله الرحمن الرحيم. حل تدريبات همزة القطع وألف الوصل. أسئلة اختيار من متعدد. 1. اقرأ، مبدوء بألف وصل، اقرأ، فعل أمر مبدوء بألف وصل لأنه أمر الماضي الثلاثي قرأ. يا محمد أقبل على طلب العلم، أقبل على طلب العلم، أقبل فعل أمر همزته قطع لأنه أمر الماضي الرباعي أقبله، أمر من الماضي الرباعي أقبله. حضرت طالبتان اثنتان، هذا هو الاختيار المناسب، اثنتان طالبتان اثنتان. أذهب إلى المدرسة كل صباح، ما تحته خط همزته قطع لأنه مضارع. أذهب فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم، أذهب أنا المتكلم. استشارة ذوي الخبرة واجبة، كلمة استشارة ألفها وصل لأنها مصدر لفعل سداسي هو استشارة. 1 2 3 4 5 6 إذن استشارة والمصدر استشارة. ابتسام طالبة متفوقة، ابتسام همزتها قطع لأنها اسم إنسان، وقلنا أن المصادر المبدوءة بألف وصل إذا سمي بها إنسان فتصبح ألفها همزة قطع مثل انتصار وابتسام وابتهال، فنقول انتصار، ابتسام، ابتهال وهكذا. أيمن الله لأدافع عن وطني. دعا أيمن الله أن يفوز بالجائزة، دعا أيمن، أيمن فاعل، الله لفظ الجلالة مفعول به. ما تحته خط هنا أيمن وهنا أيمن، الأولى ألف وصل والثانية همزة قطع، هذا اسم، اسم شخص. أما هنا أيمن الله فهي من الأسماء التسعة التي تبدأ بألف وصل، أيمن الله ألف وصل. أسئلة متنوعة، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب الخطأ. الحرف الوحيد المبدوء بألف وصل هو ال، التعريف صح. الأمر من الفعل الخماسي، يبدأ الأمر من الفعل الماضي الخماسي يبدأ بألف وصل صحيح، مثل ابتسم ماضي خماسي والأمر منه ابتسم فهو يبدأ بألف وصل. طيب كل الأسماء تبدأ بهمزة قطع ما عدا الأسماء تسعة، في الإجابة خاطئة، هكذا كل الأسماء تبدأ بهمزة قطع خطأ ما عدا الأسماء التسعة. الفعل المضارع للمتكلم مبدوء بهمزة قطع، نعم صحيح، إجابة صحيح، مثل كلمة مثلا أذاكر فعل مضارع للمتكلم، أكتب، أقرأ وهكذا، فعل مضارع للمتكلم. أكرمت أخي، أكرمت أخي، ما تحته خط يبدأ بهمزة قطع لأنه ماض لفعل ثلاثي خطأ بل رباعي، هو ماض رباعي. أكرم. أقم الصلاة فعل أمر، ما تحته خط همزته قطع لأنه أمر رباعي، إجابة صحيحة، لأن الماضي هذا هو الأمر من الماضي الرباعي أقام. اختر من العمود ألف ما يناسب العمود باء. هذه الجملة نقول استجاب الله دعاء المظلوم، ألف هنا وصل بدون همزة لا فوقها ولا تحتها، وهنا إذا همزة قطع، همزة قطع، إذا الهمزة تحت، إذا جاء الشتاء. أحسن فعل أمر، أحسن إلى الناس يحبوك، هنا همزة قطع الهمزة فوق. آمنت بالله ربا، آمنت همزة مد، همزة مد فوق ألف فوقها مادة.
تميز الكلمات المبدوءة بهمزة قطع من الكلمات المبدوءة بألف وصل. ما تواضع أحد، أحد قطع، إلا قطع، من إكرام، إكرام قطع، الضيف وصل، والبشاشة وصل، الضيافة وصل، إطعام قطع، الطعام وصل، أذى قطع، الناس وصل، إن قطع، المحب وصل، الجرس وصل، السابعة وصل، أول قطع، الغيث وصل، غيث المطر، أنصف قطع، إنصافك قطع، الدجاجة وصل، الحظيرة وصل، المعلم وصل، الدرس وصل، الطفل وصل. أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب منك. إتقان نوع الهمزة قطع. لماذا؟ السبب لأن هذه الكلمة هي مصدر لفعل رباعي، أي من الماضي الرباعي، أتقنا، أتقنا رباعي، ومصدره إتقان. العدل وصل، لأنه اسم معرف بأل، التعريف، أل التعريف. اهتمام وصل، لأنه مصدر لفعل خماسي اهتم، اهتم خماسي، لأن الميم مشددة، الميم مشددة، فهذه حرف 2 3 4 5، هذا الحرف بحرفين، الحرف المشدد بحرفين، بإذن هذا الفعل خماسي. والمصدر اهتمام، اهتم المصدر اهتمام. طيب، أراد قطع، لأنه فعل ماض رباعي 4 حروف. ابن وصل، لأنه من الأسماء 9 التي تبدأ بألف وصل، ابن وابنة إلى آخره. إن قطع، لأنه حرف وكل الحروف قطع ما عدا ال. أكمل مكان النقط بفعل مناسب مبدوء بهمزة، مبدوء بهمزة، وبين نوع الهمزة. طيب، احرص على نظافة منزلك، احرص على نظافة منزلك. وصل، اعطف، طبعا فعل أمر، اعطف على الفقراء لتدخل الجنة. وصل، أجاب الطالب عن السؤال قطع. أكرم المصري الضيف قطع. صوب الخطأ في كتابة الهمزة في الجمل الآتية. اذكر اسم، هنا اذكر، اذكر فعل أمر، اسم، اسم خطأ، اسم خطأ، ليس تحتها همزة بل تكتب هكذا بدون همزة. إن صرف الغافل، تكتب بدون همزة هكذا، طيب لأنها ألف وصل وهنا ألف وصل. مد يد المساعدة إلى، إلى تحت همزة، إلى تحت همزة لأنها حرف. أخيك، أخيك فوقها همزة، اسم. قطع، وإلى قطع. انتصار، اسم إنسان، انتصار طالبة مجتهدة، بإذن قطع. حققنا انتصارات، هنا كانت انتصار اسم إنسان، أما هنا فمصدر ليس اسم إنسان. حققنا انتصارات، فإذن لا تكتب الهمزة بل هي ألف وصل. حققنا انتصارات رائعة في حرب أكتوبر. حول الفعل المضارع إلى ماض في الجمل الآتية، ثم بيّن نوع الهمزة في الفعل بعد التحويل. حول الفعل المضارع إلى ماض. طيب، يحب مضارع، الماضي أحب، همزته قطع، همزته قطع. طيب، يستغفر مضارع، والماضي استغفرا، همزته وصل أو ألفه وصل. يحرز اللاعب الهدف، أحرز، الماضي أحرز قطع. يهتم الطالب، قلنا منذ قليل اهتم وصل، اهتم، اهتم قلنا ده الماضي الخماسي لأن الميم مشددة،
بإذن وصل. يأخذ الطالب الكتاب. يأخذ الماضي أخذ، فالهمزة قطع. 8. استخرج من الفقرة التالية اسما مبدوءا بألف وصل وحرفا، اسما وحرفا مبدوءا، حرفا مبدوءا بهمزة قطع. إن قطع حرف قطع، السلام وصل، للخير وصل لأن أصلها الخير، الخير، فدخل حرف الجر اللام فتحذف هذه الألف فتصير هكذا للخير، فأصلها ألف وصل. ومثلها للرخاء، أصلها الرخاء، هكذا وصل. إليه، إلى، إلى حرف فهو قطع. البشرية وصل لأنه مبدوء، هذا الاسم مبدوء بال التعريف. الحرية هي الحياة. الحرية مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لولاها لكانت حياة الإنسان أشبه. كان فعل ماضي ناسخ، وحياته اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، الإنسان مضاف إليه مجرور، وأشبه خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بحياة اللعب المتحركة، تي المتحركة هنا معرفة ومعرفة، والمعرفة الثانية تصف الأولى، إذن فهذه الكلمة نعت مجرور، نعت صفة مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. في أيدي الأطفال، أيدي نكرة الأطفال معرفة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. استخرج كلمة مبدوءة بألف وصل، كلمة مبدوءة بألف وصل وأخرى مبدوءة بهمزة قطع، وبين نوع كل منهما. نقول مثلا الحرية والحياة والإنسان، هذه وصل، ألف وصل تبدأ بألف وصل، لماذا؟ لأنه اسم معرف بأل للتعريف. أما كلمة أشبه، كلمة أيدي، فهي أسماء تبدأ بهمزة قطع. وطني نشأت فوق أرضه الخصبة. نشأت، نشأ فعل ماض مبني على السكون، نشأ سكون هنا فوق الهمزة، فعل ماضي مبني على السكون، والتاء هذه هي تاء الفاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. وأكلت من خيراته الكثيرة، وشربت من مائه العذب، أيضا مائه معرفة لأن به ضمير، فهذه الكلمة معرفة والعذب معرفة، وصفنا الماء بأنه عذب، بإذن صفة نعت، نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. وتعلمت في مدارسه، لذا فإنني أحب، أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أحب أنا، أحب أنا هنا لأن وطني مفعول به، أحب أنا، إذن الفعل ضمير مستتر تقديره أنا. وهذه الجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إنا، إنا، إنني. طيب، وأقدم روحي، أيضا أقدم فعل والفاعل ضمير مستتر تقديمه أنا، أقدم أنا روحي، روحي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. استخرج من الفقرة الكلمات المبدوءة بهمزة قطع وبين السبب. نقول مثلا كلمة أرضه، أرض قطع أنها اسم. أكلت، أكل فعل ماضي ثلاثي. إنني، إن حرف. أحب وأقدم فعل مضارع مبدوء بهمزة قطع. الكلمات المبدوءة بألف وصل وبين، الكلمات المبدوءة بألف وصل وبين السبب. مثلا كلمة الخصبة والكثيرة والعذبة، واسم معرف بأل أو يبدأ بأل التعريف. طيب، استخرج حرفا ناسخا، حرفا ناسخا، الحروف الناسخة إن وأن وهكذا، حرفا ناسخا وبين، وبين اسمه وخبره، وبين اسمه وخبره. نقول إن، إن. طيب، يريد الاسم، اسم إن هو الضمير الياء، إنني، الياء هذه في إنني،
وخبره كما قلنا أحب وطني، أحب أنا وطني. الجملة الفعلية في محل رفع خبر لإن. طيب استخرج ظرفا وبين نوعه. الظرف هو كلمة فوق وهو ظرف مكان فوق أرضه. طيب مفعولا لأجله وبين علامة إعرابه. مفعولا لأجله فداء، كلمة فداء هي مفعول لأجله. نلاحظ هنا الفصلة المنقوطة لماذا، يعني لماذا أقدم روحي، الإجابة فداء له. لماذا مفعول لأجله منصوب بالفتحة. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. للنيل فرعان اثنان، فرعان اثنان. يسعى المصلحون لإيجاد الحلول. كلمة إيجاد همزتها قطع لأنها مصدر للفعل الرباعي، هي مصدر للفعل الرباعي. والفعل الرباعي أوجد، أوجد فعل رباعي والمصدر إيجاد. العلم هو أساس، انتبه لهذا الإعراب مهم. كلمة أساس هنا خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة، خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة. هو أساس نهضة الأمم، به استطاع الإنسان اكتشاف، اكتشاف المجهول. استطاع الإنسان، إنسان فاعل، واكتشاف مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. وإزالة العقبات وحل ال، لأنها معطوفة، وحل المشكلات، المشكلات نكرة زائد معرفة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كلمة أن العلم هو خيارك، ال هو خيارك الأوحد، الأوحد هو خيارك الأوحد. هنا، هنا الكلمة معرفة وهنا معرفة أيضا لأن بها ضمير، ووصفنا الخيار بأنه الأوحد. لا بد من تحقق هذه الشروط. أولا معرفة زائد معرفة، ولكن أن المعرفة الثانية تصف الأولى. طيب الأوحد نعت مرفوع لأن هذه الكلمة مرفوعة، نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. استخرج كلمتين مبدوءتين بألف وصل لسببين مختلفين، لسببين مختلفين وبينهما. طيب كلمة العلم اسم معرف بأل، التعريف. استطاع بهذا سبب وهذا سبب آخر. السبب الآخر لهذه الكلمة استطاع لأنه فعل ماض سداسي، استطاع فعل سداسي ستة حروف، فعل ماض سداسي. استخرج كلمتين مبدوءتين بهمزة قطع أيضا لسببين، هنا ألف وصل وهنا همزة قطع. كلمة أساس هي قطع لأنها من الأسماء وكل الأسماء تبدأ به بقطع ما عدا أسماء تسعة. كلمة أن، كلمة أن هي حرف. طيب بعد ذلك نقول انتقلت، انتقلت هنا بألف وصل، بألف وصل. ابتسام نلاحظ أنها اسم إنسان فكتبت بهمزة قطع. انتصر المصريون، انتصر. ضع في المكان الخالي فعلا مبدوءا بألف وصل، كلمة انتصر. التدريب الأخير ما أروع. طيب يريد كلمة ممارسة الرياضة على ممارسة الرياضة. كلمة ممارسة نكرة والرياضة معرفة، فإذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب وما أكثر فوائدها من ذلك، أنها تقوي، تقوي فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة لها لم تظهر. وتنشط العقل وتروح عن النفس وتجدد النشاط، تجدد هي، تجدد هي. النشاط، النشاط مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. فاحرص على ممارسة الرياضة وضعها على قائمة أولوياتك اليومية. أيضا كلمة أولويات هي نكرة ولكن بهذا الضمير أصبحت معرفة، إذا معرفة زائد معرفة والثانية تصف الأولى. وصفنا الأولويات باليومية. بهذا النعت مجرور لأن كلمة قائمة نكرة
وأولوياتك معرفة، يبقى إذن قائمة أولوياتك يبقى إذن مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور، إذن هذا نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهر. استخرج كلمتين مبدوءتين بألف وصل لسببين مختلفين. ألف وصل، كلمة اعتياد هي مصدر لفعل خماسي، خلاص يبقى مصدر لفعل إيه؟ خماسي، اعتادا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خلاص يبقى إذن مصدر لفعل خماسي. كلمة البدن لأنها مبدوءة بأل التعريف، اسم معرف بإيه؟ بأل. كلمتين مبدوءتين بهمزة قطع لسببين مختلفين. همزة قطع نقول كلمة أروع هي فعل ماض رباعي، فعل ماض رباعي لأن هنا فعل التعجب، فعل إيه؟ التعجب، أروع، أروع فعل التعجب، فعل ماض رباعي. أو حرف، كلمة أو حرف. ثم بعد ذلك اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين لما يلي: كرمت المدرسة اثنتين من الفائقات. وهنا نقول أستطيع فعل مضارع، أستطيع مضارع للمتكلم، أستطيع ممارسة الرياضة، يبقى إذن أستطيع هنا همزته همزة قطع، إذن أستطيع همزته همزة قطع لأنه مضارع للمتكلم. صوب الخطأ فيما يلي: كلمة الاستشارة وليست الاستشارة، الاستشارة، الاستشارة هكذا، يبقى الألف ألف وصل، هذه الهمزة خطأ. الاستشارة مقدمة على الاستخارة مثلها بالضبط، الاستخارة بس بدون أي همزات، لماذا؟ لأنها وصل وليست قطع. إنك امرؤ وفي صدوق، إنك همزة قطع، إن حرف، إنكم شوف نلاحظ أنك لم ننطق هذه الألف الهمزة، فنقول إنكم. إذن كلمة امرؤ هي من الأسماء التسعة التي تبدأ بألف وصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.